السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واش راكم لحباب؟ ان شاء الله تكونوا كل لاباس وباحسن حال. راح بارطاجي معكم اليوم لي صوص طوماط بلي كروفيت اون صوص طوماط درت مع كومباني بسباغيتي. لحباب حكمت وتاس كبيره علاه باش نجمر فيها سباغيتي عريضه سما، درت لها شوي زبده شوي زيت زيتون، قولوا ثلاث مغارف تاع زيت زيتون، ربيت خمسه تاع ثوم، سينك تاع ثوم. بون البنات نخلي كل شيء يتقلى مليح حتى الثوم تاعنا يذبل. فوالا ابخي ندير لي زيبيس، ما نحتاج اوكان ايبيس ابار الفلفل الكحل لو بوافر نوار اي لو سيل والملح باه نملحهم. هذا ما كان باه نغاردي توجور لودور و لوغو تاع لي كروفيت، ما نحبش ندخلهم لي زيبيس بزاف باسكو كون نديرو نيمبورت كيل ايبيس لوغو راح يتشونجا. هنا البنات بعد ما ملحت نخلي كل شيء تقلى مليح. هنا عندي طوماط طايبه في داري رحيتها وحطيتها، اللي ما عندوش طماطم يقدر يستغنى يدير مغرفيه مليحه تاع طوماط فريش، مي اللي ما عندوش يقدر يدير مغرف تاع طوماط كونسونطري ويمرقها بنص كاس تاع ماء. انا ما مرقتش بالماء باسكو الطماطم راح تطلق لي الماء مو اوكي. ولوحت ورقه تاع رند، اني ما فهمتهاش مني لوحت ورقه تاع رند باه تنقص لي شويه لوغو تاع الطماطم، ما تنقص شويه الطعم تاع الطماطم باسكو تكون قارصه شويه. وانا البنات هنا لوح الكروفيت نخلي كل شيء يتجمر مع بعضه، خليهم يتسوطاو وهم ديجا كويت لي كروفيت تاعنا. كيما راكم تشوفوا هلا نغطيهم، لوحلهم شويه. انا لوحت شويه معدنوس، نشتي لك كروفيت تاعي فيهم معدنوس سوا بلا كريم فرينش سوا غيرهم سوتي سوا بلا صوص طوماط، نشتي نلوح فيهم معدنوس يعطيكم واحد الذوق رائع. ونخلي كل شيء يتجمر يتقلى في عقلو البنات، نغطيهم وميم طون لي با تاعي حطيتهم. انا قلت لكم درتهم اكومباني بسباغيتي، بغيت نديرهم بلوغي ابخي قلت سباغيتي سي ميو. فوالا غليت سباغيتي تاعي وهنا لاصوص، هنا صوص طوماط تاعنا راهي واجده، تقدروا تاكلوها بالخبز، تقدروا ديروها مع اي حاجه بغيتوها، ميم مع لي فخي تقليهم وتحطوا عليها هكا بتيت صوص من فوق، هذا صوص طوماط ولي كروفيت معاها ولا مع لوغي ولا كيما لي تاغلياتيل توت لي بات توت سور دي بات تقدروا تاكلوا بهم. فوالا انا درت مع سباغيتي قلت لهم غليتها صفيتها، نهزها اللوحه ونخليها بتاع ميم با 5 مينوت غير جمرت وطفيت عليها. هذه هي الوصفه البنات، لا صوص طوماط بون لي كروفيت او صوص طوماط. انا نخليها غير تتجمر، سما ما مرقتها ما والو، طابت منها فيها يعني غير طماطم فريش هي اللي طلقت لي هذاك الماء، وما شاء الله جات بنة ولا اروع. اللوغو تاع لي كروفيت يعني طعموهم يعني 100%. فوالا الحباب هذه الوصفه تاع اليوم، نتمنى تعجبكم. ما تنساوش لايكي اي بارطاجي ما فيديو فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناه اذا حبيتوا. هاي بقوا على خير وربي يهنيكم. هاي بسلامه.